أنا الدكتورة نادية محمود، أخصائي نساء مستشفى أسوان الجامعي، وسعيدة جدا جدا وفخورة جدا جدا إن أنا موجودة وسطيكم صراحة. أنا دكتورة أسماء مساعد أخصائي مستشفى غرب أسوان. مرسي لدكتور أسامة، حضرتك جيت وعلمتنا وأنا فعلا استفدت. My name is Wiham Sam. I'm a specialist in obstetric and gynecology in Ghaib Aswan Hospital. I'm so grateful for you that you allow me to attend this meeting and these sessions. I have no words to say more than that. Thank you. دكتور مصعب عبد الرازق، مساعد اخصائي مستشفى كومبو. انا سعيد جدا ان حضرت مع دكتور اسامه على الورك شوب، واستفدت كتير جدا طبعا، ودي بدايه ان شاء الله لي. انا بحس هستمر ان شاء الله برضه حضور باذن الله. احمد فؤاد، ريزيدنت ناسا. بصراحه انا كنت جاي في الاول كده يعني حاجه جديده اهو اقعد وكده وخلاص، بس بصراحه بعد المحاضرات او بعد الكورس اللي انا خدته ده انا صممت على الهيستروسكوب، مش هشتغل غيره. دكتور خالد محمد خير، اخصائي نساء وتوليد مستشفى غرب اسوان. نحن نشكرك جدا على الدفعه القويه دي، وان شاء الله نشتغل الهيستروسكوب ان شاء الله. نادر احمد عبد الله، اخصائي نساء وولاده مستشفى كومبو. يعني فاق تخيلي للضوضين الحمد لله، وان شاء الله تبقى انواع لبدايه الهيستروسكوب ان شاء الله. الدكتور عبد الإله علي العوني، رئيس اسم النساء مستشفى إدفو العام. انا شفت الدكتور اسامه قبل كده وكنت منبهر بيه، لكن الحقيقه انا دلوقتي بعد الورك شوب دي اصبحت اكثر انبهارا بيه. حازم هاشم، مدرس مساعد النساء كليه الطب هنا. الحقيقه كنت سعيد جدا ان قابلت الدكتور اسامه شاو، كان حلم ليا. وما اعرفش مثلا ان انا كنت ترينر على مستوى سنتين مثلا على الانترنت من الفيديوز بتاعته اللي هي تيتشنج مستوى عالي، وجيت النهاردة كان حلم لي أنا أقابله على مدار 3 أيام، وقابلته الحمد لله. وإن شاء الله مور أند مور نتعلم منه على المستوى العلمي والمستوى الأخلاقي وفلسفة الحياة. أحمد حسين، مدرس مساعد في قسم النساء في سوهاج. أنا حضرت الكورس أول ما سمعت إن الدكتور أسامة هيعمل حاجة في مصر على طول ما ترددتش إن أنا أجي، والحمد لله ده كان دريم في حياتي اللي حققته. وطبعا ده هو 3 أيام مش كفاية، فهو إن شاء الله طبعا هيجي تاني وهنيجي تاني وهنتقابل تاني إن شاء الله. مش بس استوسكوبي، الحياة إن جنرال، how to manage اللايف بتاعتك، ربنا يكرمك إن شاء الله. تكرسين قمة الحب والسعادة من أطباء صعيد مصر للعالم المصري الجليل أستاذ الدكتور أسامة شاوي، ونتمنى إن شاء الله تتكرر هذه الزيارة إن شاء الله بسنة.